يبقى معنا الزميل عمر بشير مراسلنا من أدنبرا. عمر، أهلا بك. من حيث المبدأ، كيف يمكن أن تؤثر نتائج الانتخابات على فرص ومساعي إجراء استفتاء آخر في اسكتلندا؟ هذا مرتبط على بنسبة أو عدد المقاعد التي سوف يحصل عليها الحزب الوطني الأسكتلندي في الانتخابات التي سوف تعقد غدا. فإذا ما حصل على أعداد يطمح بها، بمعنى أكثر من 68 مقعدا وفق نتائج أحدث الاستطلاعات، فإنه سوف يزيد من الضغط على الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون وعلى البرلمان في لندن، برلمان وستمنستر، لتمرير صلاحياته ونقلها إلى البرلمان هنا في اسكتلندا لكي يقوم بإجراء استفتاء ثان على الانفصال عن المملكة المتحدة. لكن حاليا يملك هذا الحزب الوطني الاسكتلندي 61 مقعدا أو نائبا في هذا البرلمان بعد انشقاق عدد من النواب وانضمامهم إلى حزب ألبا الجديد بزعامة أليكس ساموند الوزير الأول السابق في اسكتلندا. باقي الأحزاب الأخرى على رأسها المحافظين ثم العمال والليبرالي الديمقراطي هم ضد خطوة ستيرجن بإجراء استفتاء ثان، بل أن حزب المحافظين يهاجم هذه الخطوة بشكل واضح في دعاية الانتخابية ويقول أنها تعكس تخبطا في سياسة ستيرجن وإدارتها للبلاد، بينما يرى الليبرالي الديمقراطي أن الأولوية يجب أن تكون إلى تجاوز البلاد لأزمة كورونا، في حين أن العمال يركزون في دعايتهم الانتخابية على تجاوز الأزمة وتحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد. أما حزب الخضر المنافس الآخر فهو يركز على المناخ والتحسنات الجوية. طيب عمر، في المناظرة التلفزيونية التي جرت في الليلة الأخيرة قبل الصمت الانتخابي، لوحظ فيها وما قبلها غياب زعيم حزب ألبا وكذلك رئيس الوزراء الاسكتلندي السابق. ماذا عن هذا الأمر والمناظرات بشكل عام؟ نعم، الليلة الماضية كانت آخر مناظرة بين المتنافسين أو بين قادة الأحزاب الكبرى في اسكتلندا قبل أن تدخل الانتخابات حيز التنفيذ عند الساعة 7 من صباح الغد. هذه المناظرة شهدت وجود نيكولا ستيرجن من الحزب الوطني الاسكتلندي، المحافظين، العمال، الليبرالي الديمقراطي، الخضر، بينما لم يشارك أليكس ساموند وهو زعيم حزب ألبا. السبب في ذلك أن هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي التي أشرفت وهي التي تقوم بهذه المناظرات التلفزيونية تشترط أن تشمل هذه المناظرات من لهم نوابا في البرلمان الاسكتلندي، ولكن حزب ألبا هو حزب جديد ولا يملك نواب. استثناء ساموند ليس هو الوحيد المستثنى من هذه المناظرات، أيضا جورج جالوي على سبيل المثال لا يملك نواب بقائمته المشاركة في هذه الانتخابات، بالتالي لا يجد له موطئ قدم في المناظرات السابقة التي شهدتها الأيام القليلة الماضية والأشهر القليلة الماضية تمهيدا لهذه الانتخابات. بالتالي يجب أن تكون القوائم التي يشارك رؤساؤها في المناظرات، يجب أن تكون هذه القوائم لها نواب في البرلمان الأسكتلندي. عمر بشير، شكرا جزيلا لك، مراسلنا من أدنبرا.